انا ايمن دبوسي ولد محسن دبوسي اللي اتهموه بانه معناتها هو اللي كسر معناتها السكولتور نتاع شكري بالعيد. فوالا تنقلت بعض المواقع الاجتماعيه وبعض وسائل الاعلام انه تم ايقاف والدك بالتهمه هذه، معناتها كان تزيد تعطينا المعلومه باكثر دقه. هو نهار معناتها نهار الاثنين في الليل مع بون مع حكايه 6:30 هكاك، معناتها هو مروح من القضيه من المونوبري وقفوا قدام بلاس البوليسيه هزوه في بارتنير المركز تاع منزاسيس وين يوجهوا له تهمه، معناتها يتهموه اللي هو كسر الوحده هذاك بالكهرباء وقت اللي هو ليله الاحد معناتها في الليل ما خرجش جمله معناتها راقده في الوقت هذاك. حسيلو فما زوز عباد زوز اولاد ملحومه، واحد ولد البلاص هنا واحد ولد البلاص داخل هذا اللي ورانا، هما اللي معناتها متهمين وشاهدين به. اللي عرفته انا من بعد من مدام بسمه بلايد انه فما امراه في البلاص هذا اللي ورانا شافت واحد من الاولاد هذوك به، شافته هو وشافت معاه طفل اخر، مشات هي شكت بهم البسمه ولا بريفيري غاردي لانونيمال. المراه هذيا ما تحبش معناتها تظهر في لي ميديا، قالت لها انا شفت الاولاد هذوك من الزوز. دونك مدام بسمه بلايد مشات شكيت بهم للمركز، في المركز وقت اللي جابوهم هما من الاول ابري 24 اور هزوهم على اساس هما متهمين. هذوما زوز يوليو بعد شهاد. تولي فما القضايا موجهه البابا، واحد منهم يقول شفته 10:30، واحد يقول 9:30، هذا موجود في المحضر وسي دو فيرسيون كومبليتمون ديفيرونت ومالغري اللي هما جاو مع بعضهم. دونك تتفجروا اللي هو التهمه. يوم تو غدوه يسيبوه بون في الليل مع حكايه العشره. يمتو غدوة الصباح يعاودوا يعيطوا له للمركز، يمشي للمركز هنا من المركز ديريكت يعملوا له ترانسفير يمشي للمحكمة نتاع أريانا 9:30 في المحكمة، من بعد بشوية يحكموا عليه معناتها بأربع شهور حبس افيك سيرسي معناتها مع وقف التنفيذ. أنا بابا معناتها مسيب مش مشدود، أما أربع شهور حبس هذوما معناتها تشويه سمعة ومام تو مهزلة، فهمت؟ بروسي صار في ميم با موان كو 24 أور من غير تحقيق، قلنا لهم يجوا يعملوا الكونستيتيسيون يجيو يشوفوا. هذا كل طفاوه، سيبوا زوز اولاد هذوكم اللي هما جاوا معناتها على اساس متهمين واللي هما مشهود. مرت المرحوم سي شكري تعرفنا مليح، نحن نعرفوه، نحن جيران، نحن عشنا معهم كل شيء. هي اللي تي فريمون معناتها انه زاز سوتنيو على الاخر، وخوه زاد يعرفوا اللي هو خاتي، فهمتوا؟ حتى كي شافوا الكهرباء وشافوا كل شيء متاكدين. هي نورمالمون معناتها فما شكون من العائله نتاعها باش يكلفنا غدوه باش نقابلوا الباتونيي دي زافوكا اللي هو كيفا بروندرو كيما نقولوا لافير اون مان. نحن باش نعملوا استئناف على خاطر مالغريك اربع شهور سورسي مانيش قابلين به هذا، فهمت؟ باهي معناها حسب ما فهمت الكهرباء ما فيهاش اثار اصطدام. شوف الكهرباء عمرها 10 سنين هذه فيها ضربات صغار من البلايص الكل، كهرباء خادمه برشا، فهمت؟ سوف كو اذا كان الكهرباء فريمون معناتها كهرباء 4 فوا 4 بيك اب معناتها كان ضربت هذاك راهي كسرته، فهمت؟ ما تنجمش يا رجل فما شري معناتها ما فماش البوليسيه بيتهم كان جاو عندهم بيست غاديك راهم شدوا، فهمت؟ وبليس بربي انا نقص عليك حاجه اخرى، معناتها هو النصب التذكاري كان موجود لهنا في نفس البلاصه هذي، معناها اللي فات انك تدزوا بكهرباء شنو اللي فسر انه نلقاو يعطيك الصحه 30 متر غاديك سي با لوجيك، معناتها شوف انت القاعه شوف الكيس معناتها كان تضرب ماهوش كره هو باش يتدحرج يمشي الغادي، وحتى كان ضربوا منها راهو مشي هكا ما يمشيش غادي، معناتها هذا يتكركر كما قالت معناتها خو الشهيد معناتها قال اللي هو تكركر ماهوش بتاع واحد ضربه بكهرباء، فهمت؟ وكيفاش حتى باش يوخر عليه لازم يطلع غادي معناتها وغادي فما حشيش براتيكمون ما تنجمش يطلع بالكل غادي، معناتها سي ابسورد فهمت؟ والكهرباء نتاعنا لاباس عليها احنا حتى الفار فما فار مكسر وصلحوا بابا عنده ايامات على خاطر فما كرتوشه ضربت في الكراج نتاعنا نهار اللي معناتها اختلوا المرحوم ضربت غاديك وراجعت كسرت الفار وهما في بالهم بيه. انت ما حضرت معناها في المركز نتاع المنزاسيس وحسب المعلومات اللي تنقلوها برشا عباد يقولوا اللي انتم اتهمتوا الرجل على اساس انه هو اللي كسر النصب التذكاري اللي عملوه الفنانين في قدام دار نتاع المرحوم شكري بلاي. بالضبط شنو صار كي مشيتوا للمركز شنو قلتوا علاش مشيتوا للمركز حاجتي معناتها بالفيرسيون نتاعك انت بويسكو انت كنت موجود على عين المكان. فهمني احنا داخلين الحومه فهمني نسمع في كاسو تكسير معناتها ما نعرفش كيما تقول تكسير صغير ولا حاجه هكا صوت فهمتني هكا وريتك بو مهدي خارج بالكهرباء هذيك هي الحكي هذه هي الفيرسيون اللي قلتها للمركز. معناتها في معناتها في المحضر ما قلتش اللي انت ريتو هو لا مستحيل قلت ريتو مستحيل من المستحيلات هو قدامه ابوه
وفهمني وقدام طفل صاحبي معناتها وموجود عندي معناتها الورقه اللي صححت فيها في المركز اقوالي نعرف روحي صححت فهمني ونعرف اقوالي فهمني في المركز وقدام وشكا وعملنا ذا شيء مره ما حضر صلح والله الا فهمت حتى شنو ما نعرف تعرفني ما فهمش الاجراءات معناتها قدام ومعناتها خمكوا قال لنا المرء الامن معناتها اللي احنا الراجل معناتها ما عندنا عليه حتى شيء وقلنا فيه كان كلام البهي وقدامه معناتها الحكايه وعطيت الفيرسيون قدامه معناتها مش انتم اللي اتهمتوه على لا مستحيل تجارنا تجارتي ولادو معناتها تهاكك عبر معناتها كانوا قدام فهمني تي عشره معناتها فهمتني هذوما اولاد جيراننا صحابي فهمتني كيفاش نقول عليه الراجل فهمني يعني يرقل له مره يرقل له اورديناتور مره ندبر له في المحضر نتاع البحث في مركز الشرطه هذا اللي نحب نفهموه ما جيتش انت وصاحبك وقلت رانا رينا فلان هو اللي كسر نصب التذكاري باش نفهم منها المعلومه هذه لا لا مستحيل مستحيل قلت انا ريتو مستحيل ديجا تقصد ليه مع الاخر حتى من الاخر حتى بشرام الرش مليح فهمني ريت كان الكربه اللي سوزي وبو مهدي خارج بها وهذيك هي على الارتيكل اللي خرج في فيسبوك جبتك والله خويا اللي كلمني قال لي راه فما واحد هبط عليك ارتيكل كوم كوا معناتها انا وصاحبي هذا معناتها اللي شادين على الحكي احنا زوز نهضاويين فهمني احنا اللي قال لك امراه هيني هي اللي راتنا احنا نعتديو على الوحده ما نعرفش شكون هي المراه نصب التذكيري نصب التذكيري فهمتني وشنو هي لا محمد رسول الله المراه هذه فهمني كلمه مرت شكري بالعيد وهي اللي قدمت بينا بلاغ في المركز فهمتني معناتها راتنا قالت لك المراه ريتكم راني ريتكم فهمت ومقدمين على احنا زوز نهضاويين فهمتني ما فهمتش ساعه بريمو الاخر جزائري الاخر مغربي ما عنده حتى علاقه بالنهضه فهمتني وانا فهمني انا سبري معناتها انا جيت بيريود حضرت اجتماع ولا زوز تاع النهضه فهمتني اما مانيش بومبر لا عندي لا كارت انخراط فهمتني فوتيت النهضه صحيح اما ما عندي حتى علاقه ديجا معاش حتى باش نفوتي من نصل معناتها كان علينا معاش نامن بحتى حسب من الاخر يوف نحب نفهم حاجه علاش انتم الزوز عيطوا لكم على من الاول للمركز معناتها فما شكون شكي بيكم ديجا اي قلت لك المركز هذه هي اللي والله هو اللي ما تعرفهم مجموعه الامن شو يقولوا لك يقولوا لك راه فما شكون شكي بيك اجا مرحبا اجا معنا للمركز هذيك هي اللي حكي فهمني قعدت استنى من 6 العشيه ل 10 تاع الليل في المركز هم يبحثوا معنا